تحية سامي مدينة مصر، وماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول فوق منطقة طلب مهمة جدا جدا من عند مستويات الأربعة جنيه لحد مستويات الأربعة جنيه وخمستاشر قرش. لو لاحظنا هنلاقي إن إحنا خدنا من هنا هبوط خماسي واضح جدا جدا، وبعد كده صعدنا على شكل إي بي سي في حركة تصحيحية واضحة كانت على شكل أقرب للزجزاج، وبعد كده صعدنا مرة أخرى بموجة خماسية، وبعد كده بننزل على شكل خماسي مرة أخرى ما قبل البحث عن تكملة الاتجاه الصاعد. عشان أقول إن في اتجاه صاعد لازم أصعد فوق مستويات ال 4 جنيه و30 قرش وقوة، وبعد كده أبحث عن قمة جديدة لسه. سما يروح لفين؟ ما نعرفش، ولكن إحنا نبحث الأول عن برايس أكشن وبعد كده نحدد أهداف. لو لاحظنا كمان وقلنا ناخد ضلع موازي لهذا الضلع، نلاقي إن إحنا كسرنا، وما يهمنيش أنا، ممكن لو دخلت متسع ممكن يوصل بيا لحد مستويات ال 161 فيبو، ممكن يكتفي بمستويات ال 127 فيبو، هنلاقي نفسنا رحنا عند مستويات ال 138 فيبو، ما زال الزخم البيع قوي، وده اللي ممكن يقربنا مره اخرى لحد مستويات ال 4 جنيه 15 قرش. لن نشتري الا ببرايس اكشن واشاره شرائيه واضحه. اول منطقه مفتاحيه بالنسبه لنا وهتكون منطقه مهمه جدا جدا هو الاستقرار في مستويات ال 4 جنيه 30 قرش، وبزخم قوي ساعتها ممكن نبحث عن صفقات شرائيه، او لو شفنا برايس اكشن جيد من مستويات ال 4 جنيه لحد مستويات ال 4 جنيه و15 قرش. واعتقد كمان ان صعب ننزل لحد مستويات ال 4 جنيه، واعتقد ان المنطقه دي منطقه مهمه قوي. كل المنطقه دي بالنسبه لي، خلينا اصغرها شويه، المنطقه دي بالنسبه لي منطقه مهمه قوي قوي، اللي هي المنطقه اللي عند مستويات ال 4 جنيه 18 لحد مستويات ال 4 جنيه 20، دي منطقه سنويه اعتقد انها منطقة مهمة. خلينا نشوف اللي هيحصل ايه، وهنشوف هل هنتم اختراق المنطقة المفتاحية الأول اللي عنده مستويات ال 4 جنيه 30 قرش اللي هتدينا إشارة جيدة وأكثر من ممتازة للسهم. وبالتوفيق.